عرفنا المرة اللي فاتت الكورس بتاعنا عبارة عن ايه، وعرفنا شوية حاجات كده يعني ايه كينيماتكس، يعني ايه داينامكس، يعني ايه ماشين. عرفنا اجزاء الماشينز اللي هي ايه يا شباب؟ لينكس وبيرز. وبعدين لينكس مع بيرز بتعمل ايه؟ تشين. وعرفنا انواع التشين، ممكن تكون ميكانيزم، ممكن تكون ستراكشر، ممكن تكون بريلودد ستراكشر، على حسب ايه الديجري اوف فريدم. وعرفنا برضو ايه هي الديجري اوف فريدم. وفي الاخر عرفنا الفيز والباس اوف كولت، الباس اوف موشن والديستانس والديسبيسمنت دايجرام. اخر حاجه عرفنا ايه الديسبيسمنت دايجرام، اللي هو اللي قلنا علاقه بين ايه وايه، بين الانبوت والاوتبوت، العلاقه بين الانبوت والاوتبوت هي الديسبيسمنت دايجرام. هنعرف احنا الانفيرجنس المختلفة للميكانيزم. اللي قدامنا ده ميكانيزم، اللي قدامنا ميكانيزم، كم لينك يا شباب؟ أربعة لينكس. كم بير؟ ثلاثة ترنينج بير، واحد سلايد، يعني أربعة لور بيرز، أربعة لور بيرز. فلو عوضنا في العلاقة بتاعتنا بتاعت الديجري اوف فريدم هيطلع بكام؟ بواحد. يعني ده سنجل ديجري اوف فريدم ميكانيزم، اللي هو بنسميه الانجن ميكانيزم، بنسميه الانجن ميكانيزم. عباره عن ايه؟ لينك فيكسد بنسميه رقم واحد، لينك متصل بالفيكسد بواسطه بيفوت، ده اللينك ده رقم اثنين. وبعدين لينك رقم ثلاثه بنسميه الكونكتنج روت، هناخد اجزاء التفصيل بعد كده، انا عايز بس اوضح لكم حاجه. وبعدين في البيستون اللي هو بيتحرك حركه ايه؟ سميناها الحركه دي يا شباب ريسوبريكيتد. الكرانك او اللينك ده اللي هو لينك اثنين بيتحرك حركه روتيشنال، والاوتبوت لينك اللي هو البيستون بيتحرك حركه ايه؟ ريسوبريكيتد. بنقول في انفرجنس مختلفه للميكانيزم على حسب ايه؟ احنا عندنا اربع لينكات. لو ثبت مثلا اللينك رقم واحد يبقى ده الانبوت وده ايه؟ الاوتبوت. دايما الانبوت والاوتبوت متصلين بالايه؟ بالفيكسد لينك. ده الانبوت وده الاوتبوت. طب لو ثبت اللينك رقم اثنين يبقى ده هو ايه؟ الانبوت وده الاوتبوت. ولو ثبت اللينك رقم ثلاثه يبقى عندي ده الانبوت والبيستون ده هو الايه؟ الاوتبوت. لو ثبتت اللينك رقم اربعه اللي هو البيستون، كل حاله من ديت بيدي لك حركه مختلفه. هي الحركه المختلفه دي يعني الريلاتيف موشن او الحركه النسبيه ما بين اللينكات مع بعضها ما بتختلفش، لكن اللي بيختلف ايه يا شباب؟ العلاقه بين الانبوت والاوتبوت. بيبقى عندي انبوت واوتبوت مختلفين في كل حاله. كل حاله من دي بنسميها ايه؟ انفرجن. يعني بالنسبه للانجن ميكانيزم عندي كام انفرجن؟ اربع انفرجنز. كام لينك هم يا شباب؟ اربع لينكس. في كل مره بثبت لينك من اللينكات الاربعه، يبقى مره ثبت واحد، مره ثبت اثنين، مره ثبت ثلاثه، مره ثبت اربعه، بيديني اربع انفرجنز مختلفه. هنتفرج دلوقتي اللينكات دي تتحرك ازاي بالنسبه لبعضها لما نثبت واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. هنشوف الحركه بتاعتها. بص يا شباب، ده هنا نثبت اللينك رقم واحد، هنا نثبت اللينك رقم اثنين. التثبيت انا حاطط عليه علامه اللي هي دي كده. ده نثبت اللينك رقم ثلاثه، وده نثبت اللينك رقم أربعة. هنبدأ نحركه
يعني حاول في كل مره هنحركه اربع مرات في كل مره، بس ايه ركز على واحده من الانفرجنس دي. هنبص على الاول دولت على ايه الاولانيه، شوف كده لما نحرك سبحان الله. شوف هنا حركة الكرانك ازاي، حركة روتيشنال وحركة البيستون حركة ايه السوبركيت. هحركه تاني وبص على الرسمة الاولى برضو اهي، الكرانك بتحرك حركة دورانية روتيشنال عادية خالص، والتاني بيعمل سلايدنج على الفيكسد لينك. الفيكسد لينك هو بيمثل السلندر عندنا في الانجن ميكانيزم. بص بقى للرسمة التانية، نثبت ده شوف الحركة هتبقى شكلها ايه. شايفين هنا يا شباب؟ هنا ايه؟ الكرانك ثابت، اللينك ده بيتحرك حركه روتيشنال، والمتالي ده بيتحرك حركه ايه؟ روتيشنال، والسلايدر بيعمل ايه؟ او البيستون بيتحرك على اللينك اللي هو ده وهو بيدور. نبص عليها شايف حركه البيستون ازاي؟ بيلف مع اللينك اللي هو واحد ده، وفي نفس الوقت ايه بيعمل سلايدنج عليه. هنا نثبت اللينك رقم 3، ده بيتحرك حركه دورانيه وده بيتحرك حركه شكلها ايه اوسيليتنج، وفي نفس الوقت بيعمل ايه بيعمل سلايدنج على البلوك، البلوك او البيستون او السلايدر بنسميه كده، سلايدر او بلوك او بيستون. البيستون حركته ازاي يا شباب؟ ثابت ولا بيتحرك؟ هو ثابت كايه؟ ما بيتحركش حركه سلايدنج، لكن ايه؟ بيلف بس، بيعمل حركه مسديه بنسميها الحركه دي تلتنج، عشان كده بنسمي ده كده التلتنج بروك ميكانيزم، تلتنج بروك ميكانيزم. تاني لاحظ حركه البيستون، اللينك واحد بيعمل سلايدنج حواليه جواه وهو بيعمل ايه؟ حركة تلتنج كده. الأخير اللي أنا مثبت فيه البيستون نفسه. شايفين كده حركة ازاي يا شباب؟ تاني البيستون ثابت واللينك رقم واحد بيعمل فيه ايه؟ بيعمل سلايدنج بس حركة ايه؟ فيرتيكال، وده بيتحرك حركة اوسيليتنج وده بيتحرك حركة جنرال. يعني لو تبص الكرانك اللي هو اتنين ده الأخضر الحركة بتاعته بنسميها فلوتنج موشن أو جنرال موشن. طبعا كل واحد من دول يا شباب، كل انفيرجنس من دول بيبقى له تطبيق، بيبقى له تطبيق من الناحية العملية. يعني مثلا الحالة الأولانية اللي هي فيها الكرانك بتحرك حركة دورانية والبيستون بتحرك حركة ريسوبريكيتنج، دي اللي بنستخدمها فين؟ في الإنجن، دي اللي بنستخدمها في الإنجن، وده أول فيديو يمكن شفناه المحاضرة اللي فاتت. أو في الكمبريسورز، في الكمبريسورز بس يعني الإنجن عكس الكمبريسور. في الإنجن إيه يا شباب اللي بيبقى الإنبوت؟ البيستون. البستون انا بحط الغازات والكلام ده وبحرقها وبيبدا ايه البستون يتحرك، فبيحرك الكرانك حركه دورانيه. في الكمبريسور، الكمبريسور انت بتضغط هواء اصلا، بتضغط هواء، فبيبقى في موتور بيحرك ايه الكرانك، فبيحرك الكرانك حركه دورانيه ويخلي البستون ايه يتحرك حركه ريسوبريكيت. بس هي الحركه توتال هي ايه، هي واحده، مين الانبوت ومين الاوت، هي دي الفرق. بس التطبيق الثاني لما يكون الكرانك هو اللي ثابت او اللينك اتنين الثابت، بيستخدم في الايه؟ في البروبيلر انجن. هنا يبقى ده ثابت، طبعا ده ثابت، وبعدين يبدا الغازات تدخل من هنا، يبقى ايه اللي هيتحرك؟ الكيسنج نفسه، يبقى السلندرز دي كلها هي ايه؟ هي اللي بتتحرك، ويبقى البروبيلر متصل بيها فيتحرك حركه الدورانيه بتاعته. او الشيبر ميكانيزم، عارفين الشيبر ميكانيزم؟ عارفين المكشطه؟
النقشط هنا لو الكلام اتحرك هنحب نشوف برضو الحركة بتاعتها ازاي. الكلام كده لو اتحرك حركة دورانية هتبص تلاقي الهيد دي هنا بتتعمل ايه؟ ده التول بتبدأ تتحرك كده وكده، فتعمل ايه في الورك بيس ديت؟ تقشط ايه؟ طبقة من حتى ده بنسميه بعد كده هنعرف تسميته بالتفصيل، اسمه كويك ريتيرن موشن ميكانيزم، لان هو في مشوار القطع بيتحرك ببطء وفي مشوار الرجوع ما بيعملش حاجه فبيرجع ايه؟ يرجع بسرعه، بنسميه كويك ريتيرن موشن ميكانيزم. الحاله الثالثه اللي هو تلتنج بروك ميكانيزم، اللي كان فيها البروك ثابت بس بيتحرك حركه تلتنج، ده بيستخدم في الايه؟ في الاوسيليتنج سلندر ستيم انجن. ودي بشوفه يعني بدوروا يعني الحاجات دي، حاول تدور دايما على ابلكيشنز لها اكتر من اللي احنا بنديها هنا. الحاله الاخيره اللي هي عارفين البامب بتاعت زمان ديت بتاعت الصحراء، لما تتحرك كده تبدا ايه يطلع الميه، الاول الباودر كومباكتنج بريس، هنا انا مثبت مين؟ انا مثبت السلندر. فلما نبدا نحرك ده بص كده شايفين الحركة ازاي يا شباب؟ ده بيتحرك ازاي؟ ده انت بتحرك بايدك كده فده يبدأ ينزل ويطلع، فبيعمل هنا ايه؟ بيبقى هنا حاطط اللي انت الحاجات اللي عايز تعملها تحولها لباودر يعني. عرفنا يعني ايه انفيرجنز مختلفه للميكانيزمات يا شباب؟ طيب هنبدا دلوقتي اول ميكانيزم ناخده بقى بالتفصيل ونبدا نطبق عليه الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. احنا قلنا بنعمل للميكانيزمات يا شباب بنعمل اربعه اناليسيز، او هم كانوا كام؟ كانوا خمسه، في واحده منهم اللي هو ستريس اناليسيز الاخيره ده خاص بالماشين ديزاين والماتيريال والكلام ده هتاخدوه فيما بعد. قلت هتقطع يعني منه جزء وهتكمله ان شاء الله في الماشين ديزاين في سنه تانيه. الاربع حاجات اللي هم ايه؟ بوزيشن اناليسيس، فيلوستي اناليسيس، اكسلريشن فورس اناليسيس، دول الاربع حاجات اللي احنا هنستخدمها. هنبدا النهارده بالبوزيشن اناليسيس. بوزيشن اناليسيس، البوزيشن اناليسيس والفيلوستي والاكسلريشن هناخد لهم طريقتين يا شباب، طريقه جرافيكال وطريقه ايه؟ اناليتيكال، يعني طريقه بالرسم وطريقه بالمعادلات. طريقه بالرسم وطريقه المعادلات. هنبدا دلوقتي النهارده البوزيشن اناليسيس بطريقه اسمها ايه؟ الجرافيكال ميثود. ازاي ميكانيزم اعرف او اعمل بوزيشن اناليسيس لميكانيزم بطريقه جرافيكال. ايه يعني ايه؟ يعني ايه اعمل بوزيشن اناليسيس؟ يعني ايه اعمل بوزيشن اناليسيس؟ اشوف العلاقه بين ايه؟ الانبوت والاوتبوت. وهل الانبوت ده اللي هو غالبا بيبقى موتور بيحرك الانبوت لين هيديني الاوت الحركه الاوتبوت اللي انا عايزها ولا لا؟ يبقى هنعمل علاقه بين الانبوت والاوتبوت، يعني هنرسم ايه؟ الديسبيسمنت دايجرام. هنرسم الديسبيسمنت دايجرام، يبقى اول حاجه في البوزيشن اناليسيس ان انا ارسم الديسبيسمنت دايجرام. لو رسمت الديسبيسمنت دايجرام اللي هو العلاقه بالانبوت والاوتبوت يبقى عملت ايه؟ جزء من البوزيشن اناليسيس. ايه تاني بوزيشن اناليسيس تاني؟ عايز اعرف كل نقطه في الميكانيزم، كل نقطه في الميكانيزم الباس بتاعها بشكله ايه؟ مسارها شكله ايه؟ طبعا اي نقطه على لينك بتحرك حركه دورانيه بتعمل ايه؟ بتعمل دايره. لو لينك بيعمل حركه اوسيليتنج هتعمل ارك. لو لينك بتحرك حركه ريسبريكيتنج هيعمل خط. طب لو لينك بتحرك حركه فلوتنج يعني حركه جنرال، فده اللي بنبقى عايزين ايه؟ نحدد مسار اي نقطه عليه شكلها. لو انا حددت مسار اي نقطه في الميكانيزم وعملت العلاقه بين الانبوت والاوتبوت اللي هو رسمت الديسبيسمنت دايجرام يعني، يبقى عملت حاجه اسمها ايه؟ بوزيشن اناليسيس. بوزيشن اناليسيس. هنبدا بميكانيزم من اسهل الميكانيزمات ومن اكثر الميكانيزمات استخداما
في الماشينز اسمه الفور بار ميكانيزم. فور بار ميكانيزم احنا في البدايه في المحاضره اللي فاتت قلنا علشان اي ميكانيزم يبقى فيه حركه في الميكانيزم ده او اي تشين يبقى فيه حركه اقل عدد من اللينكات كام يا شباب؟ الا في حاله واحده بس اللي هي الدايركت كونتاكت ميكانيزم اللي بيبقى فيها كونتاكت مباشر بين الانبوت والاوتبوت. فهنبدا النهارده بابسط انواع الميكانيزمات اللي هو ايه؟ فور بار ميكانيزم. فور بار ميكانيزم الفور بار ميكانيزم اهو يا شباب عباره عن اربع لينكات في المنظر اللي احنا شايفينه ده. لينك منهم ايه؟ تكسل ولينك بنسميه الانبوت لينك الانبوت لينك او درايفر الانبوت لينك او درايفر وغالبا بنسميه ايه؟ كرانك. احنا هنتفق ان اللينك اللي بيتحرك حركه دورانيه 360 درجه هنسميه كرانك سواء كان انبوت او اوتبوت سواء كان انبوت او اوتبوت لينك لو بيتحرك 360 درجه هنسميه ايه؟ كرانك. واللينك اللي بيتحرك حركه اوسيليتنج هنسميه روكر برضه سواء كان انبوت او ايه؟ او اوتبوت. المهم انا عندي اربع لينكات الفيكسد لينك هسميه الجراوند او الفريم او الفيكسد لينك جراوند او فريم او فيكسد لينك. الانبوت لينك ده الدرايفر او الانبوت لينك ممكن يكون كرانك ممكن ما يكونش كرانك ممكن يكون ايه؟ روكر. عارفين يا شباب الفرق بين الكرانك والروكر؟ الكرانك بيعمل ايه؟ حركه دوران 360 درجه والروكر بيعمل ارك بيعمل حركه اوسيليتر. والاوتبوت لينك خد بالك الانبوت لينك متصل بيه يا شباب والاوتبوت لينك متصل بالجراوند الاثنين متصلين بالجراوند. الاوتبوت لينك بسميه الفولور او دريفن لينك الفولور ده ممكن يكون كرانك ممكن يكون ايه؟ روكر ممكن يكون كرانك وممكن يكون روكر زي الانبوت ممكن يكون كرانك وممكن يكون روكر. الواصل ما بين الانبوت والاوتبوت بنسميه الكابلر. اللينك اللي واصل ما بين الانبوت اللي بيوصل لنا الانبوت والاوتبوت بنسميه ايه؟ الكابلر. الاسماء دي في الفور بار ميكانيزم لازم تكون عارفها كويس قوي. انبوت لينك او درايفر كابلر فورورد وفي ايه؟ الجراوند او الفيكسد لينك. هنشوف الحركه بتاعتها يا شباب. دي احد الانفيرجنز بتاعت فور بار ميكانيزم. المفروض الفور بار ميكانيزم له كام انفيرجن؟ مره هنثبت ده ومره هنثبت ده ومره هنثبت ده ومره هنثبت ده. هنشوف الحركه بتاعت ده فور بار ميكانيزم. طبعا الفيكسد لينك هو الفريم ده نفسه اهو. الفيكسد لينك هو الفريم وده الانبوت لينك وده الكابلر وده الفورورد. نشوف الحركه بتاعتهم ونشوف ده بيتحرك ازاي ونوصف حركته يعني. يا شباب ده اسمه ايه بقى؟ فور بار ميكانيزم. الانبوت لينك بيتحرك ازاي؟ حركه روتيشنال يعني اسمه ايه؟ كرانك. الاوتبوت لينك بيتحرك ازاي؟ حركه اوسيليتنج يعني اسمه روكر. فالميكانيزم ده بسميه ايه؟ بسميه كرانك روكر ميكانيزم. كرانك روكر ميكانيزم معناه ايه؟ الاسم اللي انا بقول الانبوت والاوتبوت كرانك روكر ميكانيزم. على طول اول ما تسمع كرانك روكر ميكانيزم تعرف ان الانبوت مين؟ كرانك بيتحرك 360 درجه والاوتبوت روكر يعني بيتحرك ايه؟ حركه اوسيليت. واضح كده يا شباب؟ يبقى ده احد الانفيرجنز بتاعت الفور بار ميكانيزم اللي هو كرانك روكر ميكانيزم. طبعا التطبيق بتاع الميكانيزم ده ايه؟ فاكرين اول مثال قلت لكم المره اللي فاتت؟ مساحه العربيه فهنا بيبقى ايه؟ ركب على الجزء ده الكاوتش وبيبدا يمسح الازاز اللي انت عايز تمسحه.
في العصمة دي هنشوف بقى الانفيرجنز المختلفة للفور بار ميكانيزم اللي احنا شفنا احد الانفيرجنز بتاعتها دلوقتي. احد الانفيرجنز اسمها ايه يا شباب؟ كرانك روكر ميكانيزم. هنا هثبت مرة اللينك رقم واحد، هنا هنثبت اللينك رقم ثلاثة، هنا هنثبت اللينك رقم اثنين، وهنا هنثبت اللينك رقم كام؟ أربعة. أنا مرة هثبت ده، مرة هثبت ده، مرة ده، مرة ده، وهنشوف الحركة بتاعتهم وكل واحد فيهم بيتحرك ازاي. برضو احنا نتفرج، هنتفرج على كل واحدة في مرة يعني. هنبص على الوقت على ايه ده وتقولي لي اسمه ايه، هيبقى ايه يعني الانبوت ايه والاوتبوت ايه. يا شباب كرانك روكر، كرانك روكر الكران الانبوت بيتحرك حركه روتيشنال ب 60 درجه، والتاني بيعمل ايه؟ ارك. حتى هو رسم ايه الارك اللي بيعمله. تعال نشوف الرسمه الثانيه اللي هو مثبت فيها اللينك رقم 3. هو برضه كرانك روكر بس مختلف يا شباب طبعا، يعني علاقه بين الانبوت والاوتبوت مختلفه تماما، يعني ده بيعمل مساحه معينه وده بيعمل مساحه ثانيه خالص، بس اسمه ايه؟ كرانك روكر ميكانيزم. الثالث اللي هو تحت على الشمال دبل كرانك، الاثنين بيعملوا 360 درجه دبل، يعني اسمه ايه؟ كرانك كرانك. بدل ما اقول بقى كرانك كرانك ميكانيزم هنسميه ايه؟ دبل كرانك ميكانيزم. دبل كرانك ميكانيزم. يبقى ايه دبل كرانك يا شباب؟ معناه ايه؟ ان الانبوت والاوتبوت اتحركت 360 درجه. الاخير دبل روكر. وطبعا هو بيعمل نص بتاع المفروض بيرجع تاني، فهو هنا اسمه ايه؟ دبل روكر ميكانيزم. الكرانك الانبوت الانبوت والاوتبوت الاثنين بيعملوا ايه؟ بيعملوا اوسيليتنج موشن او الاثنين روكر. يبقى دبل روكر ميكانيزم. يبقى كرانك روكر، دبل كرانك، دبل روكر. كلهم بيقولوا كده في الاول. ايه اللي بيخليه يتحرك كرانك روكر او دبل كرانك او دبل روكر؟ احنا عندنا كام دلوقتي؟ كام انفرجن شباب للكوربان؟ مش كده؟ كرانك روكر، دبل كرانك، دبل روكر. هل ممكن الحركة كلها تبقى دبل روكر؟ يعني لو ثبت الأولاني، ثبت الثاني، ثبت الثالث، ثبت الرابع، دبل روكر. ممكن؟ ممكن. لا ممكن. ممكن كله يبقى كرانك روكر؟ على حسب إيه يا شباب؟ إيه اللي بيحدد لي الكلام ده؟ أطوال اللينكات نفسها. أطوال اللينكات. أطوال اللينكات. يعني في قاعدة بتقول لي إيه؟ بيقول لي لو عندي أطول لينك، أطول لينك في الميكانيزم هنسميه L مثلا largest link، وال smallest link هنسميه إيه؟ S. طوله يعني طوله، ده طوله L وده طوله إيه؟ S. بيقول القاعدة اللي بتقول إيه؟ لو كان ال L plus S أقل من أو يساوي اللينكين التانيين، أقل من أو يساوي اللينكين التانيين، يبقى على الاقل عندي في الانفيرجن بتاعت الفور بار ميكانيزم ده كرانك روكر. على الاقل عندي ايه؟ كرانك روكر. فاهمين؟
انا عندي دلوقتي اربع لينكات، عندي اطول لينك واقصر لينك ولينكين تانيين. بيقول القاعده بتقول ايه؟ لو كان اقل لينك واطول لينك مجموعهم اقل من او يساوي مجموع اللينكين التانيين، يبقى عندي على الاقل في الانفيرجنس بتاعت الميكانيزم ده كرانك روكر. الباقي بقى ممكن يكون دبل كرانك، ممكن يكون دبل روكر، ممكن يكون كله كرانك روكر، بس الشرط ايه؟ ان ال بلس اس اقل من او تساوي اللينكين التانيين. طيب ولو اللينكين دول اللي هم ال بلس اس اكبر من اللينكين التانيين، فيبقى كل الانفيرجنس بتاعت الميكانيزم دبل روكر. واضح؟ يعني انا لو عايز اصمم ميكانيزم ثبته من اي لينك يطلع دبل روكر، اختار اللينكات بحيث ايه بقى؟ ان ال بلس اس اكبر من اللينكين الثاني، ال بلس اس اكبر من اللينكين الثاني. هنشوف كده. هنا انا مختار ال بلس اس اكبر من اللينكين الثاني، وهنشوف الحركه بتاعتهم شكلها ايه. هنشوف الحركه بتاعتها شكلها ايه. الاربعه كلهم يا شباب اولاني دبل روك، ثاني ثالث رابع كلهم ايه؟ دبل روك. عملت الكلام ده ازاي؟ اطول، خدت اطول لينك واقصر لينك خليتهم اكبر من مجموع اللينكين التانيين. واضح؟ لا دي ما فيش، احنا عندنا اربع لينكات ايا كان بقى مين الثابت. احنا قلنا في الانفرجنس المختلفه بثبت ايه؟ كل لينك على حده، مره هثبت اقصر لينك، ومره هثبت اطول لينك، ومره هثبت اللينك اللي هم فيبقى عندي هنا. المهم في الاطوال طبعا علشان نعمل فور بار ميكانيزم الاول عشان يبقى في عندي شكل رباعي، ايه الشرط المطلوب؟ سيبك من الحركه والكلام ده، يعني عشان يبقى عندك مثلث، المثلث له كام ضلع؟ ثلاثه. عشان الثلاث اضلاع دول يكونوا مثلث، انت اخترت ثلاث اطوال عايزين يكونوا مثلث، لازم يكون ايه؟ مجموع اي ضلعين اكبر من الضلع الثاني. طب في الفور بار في الشكل الرباعي يعني ها المفروض ايه؟ مجموع ثلاثة أكبر من إيه؟ الرابع. لازم مجموع ثلاثة أكبر من الرابع، وإلا مثلا لو أنت جبت أربع أطوال مثلا، واحد طوله 2 متر، واحد نص متر، واحد 25 سنتي ربع متر يعني، وواحد مثلا متر، يبقى عندي متر ونص متر وإيه؟ وربع متر و2 متر، ده ينفع يعمل شكل رباعي؟ ما ينفعش يعمل شكل رباعي. يبقى انا عندي شرط في البدايه ان انا عشان اكون شكل رباعي ان يكون ايه؟ كل ثلاث لينكات اكبر من الرابع، اكبر من الرابع. فاجئ يبقى انت ضمنت ان هيعمل شكل رباعي. طيب علشان يعمل بقى شكل رباعي او فور بار ميكانيزم، كرانك روكر، دبل روكر، دبل كرانك، في شروط بقى هنشوفها بالتفصيل دلوقتي، هنشوف بالتفصيل دلوقتي. بس احنا قلنا علشان يبقى كل الانفرجنز بتاعت الفور بار ميكانيزم تبقى دبل روكر، لازم يكون اكبر واقصر لينك مجموعهم اكبر من الضلعين التانيين. وعلشان يبقى في على الاقل عندي كرانك روكر، لازم يكون ايه؟ اطول واقصر لينك اقل من او يساوي اللينكين التانيين. تعالوا يا شباب نشوف. لو عندي اربع لينكات يعني فور بار ميكانيزم، وعايزين نختبر
عايزين نختبر لو ثبتت واحد هيبقى ايه، لو ثبتت اتنين هيبقى ايه، لو ثبتت ثلاثة هيبقى لي انفيرجن، يعني لو ثبتت اربعة يبقى لي انفيرجن. نعمل ايه قبل ما نحركه؟ يعني نقول ايه؟ تعال شوف كده، لو انا مثبت مثلا اللينك ده وده اللينك الثاني اهوت بيدور حول النقطه دي، وده اللينك الثالث اللي هو اللي هو سي دي دوت، واللينك الرابع اللي هو او 4 دي، دول اللينكات بتاعتي. علشان اقول ان ده هيتحرك كرانك او روكر باجي اعمل ايه؟ باجي مثلا انا عايز اختبر الاوتبوت لينك، عايز اختبر الاوتبوت لينك، بتيجي على الانبوت لينك السنتر بتاعه وتفتح فتحه تساوي مين؟ الانبوت لينك والكابلر. الكابلر احنا قلنا اول حاجه تعرفها يا باشمهندس في الفورورد ميكانيزم اسماء اللينكات بتاعته، عندي جراوند او فريم او فيكسد لينك، وعندي انبوت لينك او درايفر، وعندي الكابلر، وعندي الاوتبوت لينك او الفورورد. الكرانك او الانبوت لينك بنسميه كرانك او روكر امتى؟ على حسب حركته، بيتحرك 360 ولا بيتحرك في ارك. وكذلك الاوتبوت لينك نسميه كابلر، نسميه اسف روكر او كرانك على حسب ايه؟ هو بيتحرك ازاي. طب قول دلوقتي انا عايز اختبر اللينكين دلوقتي، انا مثبت اللينك رقم واحد. وعايز اختبر اللينك رقم اثنين اللي هو الاو سي او 2 سي، وعايز اختبر مين؟ ده هيتحرك ازاي وده هيتحرك ازاي؟ عايز اختبر الاول اربعه، يعني الاول بوت لينك. عشان تختبر اربعه اللينك رقم اربعه بتيجي تعمل ايه؟ بتيجي تحط هنا فتحه تساوي ايه؟ اثنين وثلاثه. طبعا سيبك منه الاثنين وثلاثه، انا عندي ثلاث لينكات بيتحركوا، اللينك اثنين واللينك ثلاثه واللينك اربعه. اللينك ثلاثه اللي هو الكابلر عارفين الحركه بتاعته فلوتنج. اللينك اربعه عايز اشوفه بيتحرك كرانك ولا روكر. تعمل ايه؟ تيجي هنا فتحه تساوي او سي بلس سي دي، وتحاول تقطع الدايره اللي هيتحرك فيها ده، لو كده هيتحرك في دايره يعني، تحاول تقطعها. لو قطعتها يبقى معناها ايه؟ معناها ان انت ممكن توصل لمثلث. اطلعه ايه يا شباب؟ الفيكسد لينك والاوتبوت لينك ومجموع الانبوت والكابلر. لو كونت مثلث معناها ايه؟ ان اللينك ده يعني شايف ده وده دلوقتي على استقامه واحده اهو. هل ده ممكن يتحرك كده؟ يعني لو جبت ده شديته كده دلوقتي هيتحرك؟ عشان يتحرك لازم يعمل ايه؟ لازم اللينكين دول يسيبوا بعض او يتمط. هل ده ممكن يتمط؟ يبقى معنى كده معناه ايه ده؟ ده له اكستريم بوزيشن، يعني مش هيتحرك اكتر من كده، يعني هيتحرك في ايه؟ في ارك يبقى ده ايه؟ روكر. لو عملت بقى ايه؟ الانبوت لينك بلس الكابلر وما قطعش الدايره او الارك بتاع ده، قطع بره كده، يبقى معناه انه مش ممكن يكون مثلث، يبقى ده هيتحرك كايه؟ كده. انا دلوقتي عايز عندي اربع لينكات منهم واحد فيكسد وثلاثه بيتحرك، اللي في النص اسمه الكابلر ماليش دعوه بيه، بيتحرك حركه فلوتنج وعارف ان هو بيتحرك حركه فلوتنج. عندي انبوت لينك وعندي اوتبوت لينك، عايز اشوف الانبوت والاوتبوت بيتحركوا كرانك ولا روكر. كل واحد فيهم بيتحرك كرانك ولا روكر. عشان اختبر الاوتبوت لينك، عشان اختبر الاوتبوت لينك اللي هو اللينك رقم اربعه، بعمل ايه؟ بقول لو مجموع اللينك اثنين واللينك ثلاثه، ثلاثه اللي هو الكابلر، اللينك اثنين ده واللينك ثلاثه اللي هو سي دي، لو مجموعهم اقل من مجموع اللي انا بختبره والفيكسد لينك اقل، يعني هيعمل ايه يا شباب؟ يبقى ده ضلع اقل من الضلعين التانيين، يبقى ده ايه؟ هيعمل مثلث، ممكن يعمل مثلث. لو ممكن يعمل مثلث يبقى اللينك اللي انا بختبره ده ايه؟
ركن، لانه مش هتحرك بعد كده خالص. اما يجوا على استقامه واحده مش هتحرك اكتر من كده. لو ما يعملش مثلث يعني معناها ايه؟ ان هتلاقي المجموعه ده اللي هو لينك 2 ولينك 3 اكبر من الدلائل التانيين. لما يبقوا الاثنين على استقامه واحده هيبقوا اكبر من الدلائل التانيين. هل ممكن يبقوا على استقامه واحده؟ لا. يبقى معناها ايه؟ ان اللينك الرابع اللي هيتحرك حركه ايه؟ دورانيه. طب لو عايز اعمل اختبار بقى للانبوت لينك هعمل نفس الكلام بس ايه؟ العكس بقى. هاجي فين؟ عند السنتر بتاع الاوتبوت لينك واجمع مين ومين؟ اربعه وثلاثه. لو اربعه وثلاثه مجموع اللينك اربعه وثلاثه اكبر من الاول والثاني يبقى مش ممكن يعملوا مثلث، لان مفيش في مثلث ايه؟ ضلع اكبر من الضلعين التانيين. يبقى معناه ان ده ايه؟ رانك. لو كان الاربعه وثلاثه اربعه وثلاثه اقل من واحد واثنين يبقى معناه ان الاثنين ده هيتحرك ايه؟ يعني كان ممكن يعمل مثلث، يبقى ده هيتحرك ايه؟ ركن. واضح كده الاختبار ازاي؟ واضح يا شباب؟ لو خدنا مثلا مثال اطوال معينه كده وعايزين نختبرها، الاطوال دي عباره عن ايه؟ اكتب الاطوال دي عندك. 80 40 80 40 70 60 دول الاربع لينكات اللي عندك، دول الاربع لينكات اللي عندك. مش عايز كلام لو صار. اولا هل الاربع اطوال اللي انا اديتهالكم دي ممكن تعمل شكل وباية؟ طبعا ممكن تعمل شكل وباية. مجموعة اي ثلاثة اكيد هيكون ايه؟ اكبر من الربع. طيب لو انا ثبت بنفس الترتيب بقى هاخد ايه؟ هثبت الثمانين ويبقى الانبوت لينك هو الاربعين والكابلر هو السبعين والفولور هو ايه؟ الستين. هنثبت مين؟ 80 اللي جنبيه على طول 40 ده الانبوت لينك، الكابلر 70. احنا هنثبت كله، احنا هندرس الانفيرجنز بتاعتنا كلها ونشوف كل حاله هيطلع لي ايه. لو انا ثبتت ال 80 يا شباب وخليت ال 40 هو الانبوت وال 70 هو الكابلر اللي هو اللينك رقم، يعني بالترتيب بقى ال 80 هو اللينك رقم 1، ال 40 هو اللينك رقم 2، ال 70 هو اللينك رقم 3، ال 60 هو اللينك رقم 4. هنثبت 1 80. شوف كده اجمع 40 و 70 اللي هو 2 و 3 كام يا شباب؟ 110. طب اللينكين التانيين 60 وكام؟ 80. 140. طيب اكبر ولا اقل؟ اقل. يعني معنى كده ان اللينك 60 ايه؟ ركن. عرفت منين؟ هيعملوا مثلث مش كده؟ اللينكين لما يبقوا على استقامه واحده، 2 و 3 لما يبقوا على استقامه واحده هيبقوا اقل من اللينكين التانيين، يعني ممكن يعملوا مثلث، يبقى اكيد اللينك 60 ده هيتحرك ايه؟ ركن. طب عايزين نختبر ال 40 هنقول ايه بقى؟ ال 60 وال 70 اللي هو 4 و 3 60 و 70 كام يا شباب؟ 130. طب والفيكسد واللي انا بختبره 120، يعني اكبر. يعني معنى كده ايه؟ ان ال 40 ده هيتحرك في ايه؟ في دايره، لانه مش ممكن يعملوا مثلث. ثلاث اضلاع مش ممكن يعملوا مثلث، الاربعه وثلاثه لما يكونوا على استقامه واحده لا يمكن يعملوا مثلث مع اللينكين الثاني، يعني معناها لا يمكن يكونوا على استقامه واحده في لحظه من اللحظات. يبقى الكرانك هو ايه؟ اسف الانبوت لينك هو ايه؟ كرانك. تعالى نثبت مين؟ ال 40. هنثبت واحد واحد كده بالترتيب. هنثبت ال 40.
يبقى مين الانبوت؟ 70. احنا اتفق ان الانبوت هو اللينك الاقصر اللي متصل بمين؟ بالجراوند. الجراوند بقى مين دلوقتي؟ 40. والانبوت 70 والاوتبوت 80 والكابلر 60. عايزين نختبر ال 70 وال 80. عايزين نختبر ال 70 وال 80. نختبر ال 80 الاول. خد بقى ايه؟ 70 و 60 اللي هو الانبوت والكابلر. 70 130. طب واللينكين التانيين؟ 120. يعني اكبر. يعني معنى كده ال 80 ايه؟ كان اعكس بقى. خد ال 80 وال 60 140 والتاني ايه؟ 70 و40 110. يبقى اكبر برضه. يبقى اكيد برضه 70 ايه؟ كرانك. يبقى لما ثبت اللينك 40 هيبقى ايه؟ دبل كرانك. هيبقى دبل كرانك. مفهومه العمليه ازاي يا شباب؟ ايوه. على فكره انا متعمد اني ما اكتبش الكلام ده عشان تبقى انت شغال معايا. انا ثبت واحد دلوقتي. مين الانبوت ومين الاوتبوت اللي متصلين بيه؟ اللي متصلين باللينك السابق. نختار مين فيهم الانبوت ومين الاوتبوت؟ اتفاق بينا ان احنا نخليه مين؟ الاقصر هو مين؟ الانبوت والاطول هو الاوتبوت. ممكن يكون العكس طبعا. بس احنا كحل مسائلي هنتفق ان الاقصر هو الايه؟ الانبوت. واختبر الاثنين. تعالى نثبت مين دلوقتي يا شباب؟ ال 70. نثبت ال 70. يبقى مين الانبوت ومين الاوتبوت؟ ال 40 هو الانبوت وال 60 الاوتبوت والكابلر 80. كابلر 80. عايزين نختبر ال 60 وال 40. عايزين نختبر ال 60 الاول. قول ايه؟ 40 زائد 80 120. تاني 60 و 70 130. يبقى ركن. يبقى 60 ده ركن. عايزين نختبر ال 40. يبقى ناخد ايه؟ 60 وال 80 140. ال 70 وال 40 اكبر. يبقى ايه؟ كرانك. يبقى ده كرانك ركن. لو ثبت ال 70 يبقى ده كرانك ركن. دكتور الكيما الاصغر بعد التثبيت الجمع طلع اكبر. الكيما الاصغر بعد التثبيت هي الانبوت والاكبر. وده الاكبر. الاصغر والاكبر في ايه يا شباب باشمهندس؟ في اللي متصلين بالفيكسد لينك. عندي كام لينك متصلين بالفيكسد لينك؟ اثنين. واحد فلوتنج فوق. الفلوتنج ده اسمه الكابلر ودول اسمهم ايه؟ الانبوت والاكبر. مين الانبوت؟ الاصغر. والاوتبوت هو ايه؟ الاكبر. واضح كده يا شباب؟ يبقى دي طريقه الاختبار بتاعتي. تعالوا كده يا شباب نشوف الكلام ده. انا عامل برنامج انت هتعرف تعمله بعد ما ناخد الطريقه الاناليتيكال لايجاد البوزيشن اناليسيس. عامل برنامج بيعمل ايه؟ فور بار ميكانيزم. فور بار ميكانيزم. النقطه الاولانيه او اي بي كيو. يعني البيفوت بتاع الانبوت كائن اللي اسمه ايه؟ او. والاخر النقطه في الانبوت لينك اي. الكابلر اي بي. الفولور بي كيو. حاجه من ضمن الاطوال نقطه او الاحداثات بتاعتها اكس او واي او. نقطه او اللي هي النقطه اللي باخد عليها الاوريجن نفسها. يعني اكس او واي او بكام؟ 0 0. يعني كانك خدت محورين اكس واي على الفور بار ميكانيزم عند نقطه او. يبقى اكس او واي او 0. والواي او زيرو. بيقول لي دلوقتي عايز السنتر بتاع النقطه الثانيه الفيكسد الثانيه نقطه كيو. اكس بتاعتها بكام؟ احنا هنثبت مين دلوقتي يا شباب؟
80 هنثبت ال 80 يبقى اكس كيوب كام 80 80 واي كيوب كام زيرو واي كيوب زيرو طيب بيقول لي الانبوت لينك وطبعا انا كاتب كلام مش مظبوط يعني لما اكتب كلام المفروض اكتب ايه الانبوت لينك لينس ار2 كام اللينك الاولاني الثاني بقى 40 احنا قلنا ايه 80 40 70 60 هنحطه كام 40 الكابلر اللي هو اللينك الثالث 70 70 الفولور 60 احنا قلنا عايزين نرسم علاقة بين الانبوت والاوتبوت مش كده؟ وعايزين كمان ايه؟ مسار اي نقطة على ايه يا شباب؟ مسار اي نقطة على الانبوت لينك هي عبارة عن يا اما سيركل يا اما ايه؟ ارك والاوتبوت لينك يا اما سيركل يا اما ارك مين اللي يهمني بقى دلوقتي؟ الكابلر فهو بيقول لي دلوقتي النقطة اللي انت عايز ترسم مسارها على الكابلر فين يعني في وقع فين في الكابلر؟ في النص؟ في التلت؟ في الرقب؟ واخدين بالنا؟ هناخدها في الاول فين؟ في نص نقطة في نص الكفر هنرسم مسار نقطة في نص الكفر يبقى هحط الريشيو هنا كام 0.5 ونشوف هنعمل رن طلع لي الميكانيزم يا شباب كراك كروكر هو عمل الاختبار اللي احنا بنعمله ده وطلع ان هو ايه كراك كروكر وبدا يحرك الميكانيزم وبيجيب لي مسار نقطة على الكرانك اللي هي بتعمل ايه سيركل وده بيعمل ارك والنقطه اللي على الكابلر ادي ادي المسار بتاعها هيكمل طبعا هنا طالما هو طالع كرانك روكر يبقى ده هيكمل ايه 360 وده هيعمل ارك بس ويرجع تاني طبعا لما كان ده وده على استقامه واحده وصل للاكستريم بوزيشن هنا لما كان على استقامه واحده وصل لاخر النقطه وبعدين بدا يرجع تاني شوف دلوقتي لما ينطبق على بعض كمان لما دول ينطبق على بعض هيوصل ده ايه؟ للاكستريم الثاني ما هو عنده له كام اكستريم؟ اثنين بيتحرك في ارض في بدايه وفي نهايه هذا الرايت اكستريم بوزيشن واللي هي النقطه اللي هيوصل لها ليفت اكستريم بوزيشن هيوصل لها دلوقتي لما ينطبق على بعض قرب اهي يا شباب دلوقتي ينطبق على بعض ده يبدا يعمل ايه؟ هيبدا يرجع تاني ده هيكمل ال 360 وده هيبدا يرجع تاني اهو شايفين مسار النقطه اللي على الكبر لو لقطت صوره دلوقتي للميكانيزم ده بيتحرك اسمها ايه يا شباب؟ فيز دو كان فيز ده؟ هذا اللي ايه ده؟ تعرفها بالايه؟ سيتا تونس يعني الانجل بتاعت الكرانك والانجل بتاعت مين؟ الفولور دي العلاقه بين الانبوت والاوت ده الديسبيسمنت دياجرام اللي احنا بنتكلم لا يعني لما الانبوت كان عامل انجل زيرو كان الاوت عامل انجل كام كذا طب زاويه 10 20 30 40 لغايه 360 كان الاوتبوت بيبقى عامل انجل كام دي العلاقه بينهم المسار هو يا شباب مسارات بتاعه النقط ده مسار نقطه ايه على الكرانك اخر نقطه على الكرانك وده مسار اخر نقطة على الروكر والكيرف ده مسار نقطة على ايه؟ منتصف على الكابلر في منتصف الكابلر دي مسار نقطة في منتصف الكابلر نعم كده فولور اه طبعا احنا قلنا الميكانيزم بيعمل سايكل امتى؟ ما انا قلت التعريفات بتاعت الفرق مهمه جدا ايه السايكل دي يا باشمهندس؟ ان الانكات تبدا من وضع معين وتنتهي عند نفس الوضع فالنقطه دي كانت باديه من فين؟
النقطة اللي على الكابلر دي كانت بادية من هنا وصلت لفين؟ فكل المسارات لازم تقفل طبعا. طب المسار ده قفل؟ قفل. ده هو بدأ من هنا يا شباب وراح كده وراجع للآخر وبعدين رجع لنفس النقطة اللي بدأ منها. يبقى هو برضه مسار بس يعني يعني مقفول مش راجع نفس النقطة يعني. على نفس هنعمل ايه دلوقتي؟ هنثبت الاربعين هتثبت الاربعين هيبقى مين الانبوت؟ السبعين ومين الكابلر؟ ستين ومين الاوتبوت؟ تمانين. نبدا نحط الداتا بتاعتها. بيقول لي الاكس او والواي او بقت هي نقطة ايه؟ زيرو 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 زيرو. اكس كيو كام يا شباب؟ انا بثبت مين دلوقتي؟ الاربعين يعني من الاربعين برنامج ايه ده؟ 40 0 الانبوت لينك على حسب انك بركز هو ده 70 الكابلة 60 الفورور 80 عايزين نفس مسار نقطة على الكابلر على اللينك 60 يعني ناخدها فين يا شباب؟ مش لازم نص ناخدها اي حاجة بوينت 3 مثلا في التلت يبقى بوينت 3 كده في التلت ليه؟ الكابلر ونشوف هشتري انا سعيد في المستقبل الميكانيزم طبعا ايه؟ الاختبار اللي عامله طالع يا شباب دبل كرانك طبعا دبل كرانك شوف كده الحركه بتاعه ده مسار نقطه على الكرانك وده مسار نقطه على الكرانك الثاني ده الانبوت يعني والاوتبوت والاحمر ده اللي هو مسار نقطه فين في تلت الكابل شوف نعرف نطلع الكلام ده يا شباب بالرسم ده على يعني هرسم ايه عشان ارسم الكلام ده هرسم ايه؟ 40 هرسم ال 40 فيكسل وبعدين هعمل دايره نص قطرها كام؟ 70 وعند النقطه الثانيه اعمل دايره نص قطرها 80 واقسم الدايره ال 70 دي لايه؟ لزوايا مثلا كل 10 درجات ولا حاجه طب اعمل ال 10 درجات اجيب الثاني ازاي؟ ها؟ يعني لو هو دلوقتي ده كده اجيب دي ازاي؟ هفتح فتحه تساوي كام؟ من نهايته من على السيركل يعني اللي هي 70 فتحه تساوي طول الكابلر وقت على الدايره الثانيه يبقى جبت الكابلر كده. طب عايز اجيب النقطه اللي في ثلث الكابلر هقيس النقطه دي كام واحطها على الخط اللي انا هوصله. كده ايه؟ كمل السايكل بتاعه ودي العلاقة بين ايه يا شباب؟ الانبوت والاوتبوت اللي هما الاثنين كرانك في الحالة دي. خد بالك كده بادئ من هنا من كام؟ من زيرو ومنتهي عند كام؟ 360. طب والاوتبوت بادئ من كام؟ نيجاتيف 40 مثلا نيجاتيف 40 ومنتهي عند كام؟ 320 320 يعني تحس ان هو كله برضه كام؟
360 ده عمل 360 وده عمل 360 فده الرقم اللي انبوت والاوت الاخر ده مسار ايه يا شباب نقطة على الانبوت والاسمر ده والاسود نقطة على الاوتبوت والاحمر نقطة على الكابلر نقطة على الكابلر شباب هنثبت مين دلوقتي؟ واحد 70 هنثبت 70 أول نقطة اللي هي الأوريجن زيرو زيرو الإكس كيو 70 الواي كيو زيرو لما نثبت السبعين مين اللي متصلين بالسبعين يا شباب؟ الأربعين وستين مين فيهم الانبوت؟ الأربعين والأوتبوت الستين يبقى ده أربعين وده ثمانين والفولور ستين وعايزين نقطة على التمانين تلات تبع تلات تبع فقط بص يا شباب طلع ايه خد بالك خد بالك هنا دلوقتي هيبقى على استقامة واحدة ده وصل فين لأقصى واحد هيبدأ يرجع النقطة دي فين يا باشمهندس ثلاث تربع صبح على خير يا رب لو انت جيت هنا عند النقطه دي وفتحت فتحه 89 هيقع الدايره دي مشكله في النقطه دي وصل ده وتقيس الزاويه دي ثانيه وتقيس الزاويه دي يبقى الزاويه دي كانت هنا كذا فجلساتها كام مش انت وصلت ال 80 خد الثلاث ارباع بتاعه فين وحط النقطه دي وبعدين عند الزاويه اللي بعدها نفس الكلام وتحط لي النقطه مجموع النقط اللي توصلت بعدهم هيدي لك مين والقياسات اللي انت قستيها ما بين السيتا 2 والسيتا 4 كسيب من الكيرف الثاني اللي هو الديسبيسمنت ريت عمل كام اجل كام دلوقتي الكرنك عمل 180 وبعد 170 عدد 370 شايفين مسار النقطة دي؟ لازم يرجع لفين؟ لنفس النقطة في الآخر. ودي العلاقة بين إيه؟ الإنبوت 360 والأوتبوت اللي هو الأنجل اللي اتحركها دي، حتى هي الماكسيموم بتاعها الأنجل اللي اتحركها، الماكسيموم بتاعها طبعا من أول هنا لغاية أعلى نقطة فوق. نشوفها كده كم من الانجل دي تاني اهو تاخد الرسمه دي مسار النقطه اللي على الكابلر مسار النقطه اللي على الكرانك اخر نقطه مسار نقطه في ثلاث ارباع
الكبر أولاد الروح. هنثبت مين بقى يا شوالز؟ 60. هنثبت ال 60. هيبقى الانتين المتصلين بال 60 هم مين؟ 70 و 80 والكابلر 40. كابلر 40 زيرو دي الأول نقطة الأرجن. النقطة الثانية اللي هي النقطة الفكسد الثانية 60 زيرو. الانبوت لينك 70. الكبر 40. الاوتبوت لينك 80. فكرت يا ابني انا هقول فكرت اصلا. عايزينها فين؟ كتب لي اسمه ايه؟ باب الركر. اختبر الميكانيزم طلع باب الركر. هتشوف كده ده راح اهوت الاقصى وضع لما كانوا دول على استقامه واحده. ده يروح الاقصى وضع لما كانوا دول على استقامه واحده. بطل كلام يا باشمهندس. انا كان ممكن نوري لك واحده بس فيهم واقول لك شوف الباقي، لكن انا بحاول اطول في الكلام ده عشان تفهم ايه اللي احنا بنعمله. شوف هنا ايه؟ وصل اقصى ما بدأ وده لسه بيكمل. بعدين يبدا ايه؟ يبدا يعني في عندي كام اكستريم بوزيشن هنا يا شباب؟ اربعه لكل ركر منهم اثنين اكستريم، واحد ليفت واحد ايه؟ رايت. شايفين مسار النقطة اللي هي على الكابلر ربع الكابلر وليه العلاقة بين الانبوت والاوتبوت؟ لو تلاحظ كده في هنا ايه؟ النقطة دي هي الاكستريم بوزيشن بتاع الانبوت والمماس هنا كده هو الاكستريم بوزيشن بتاع الاوتبوت. طب فين الاكستريمز بتاعت اسف هنا وهنا؟ الاكستريم رايت والاكستريم ليفت بتاع الانبوت والمماس تحت هنا وفوق هنا هدي لك الاكستريمز بتاعت الاوتبوت. دي العلاقه بين سيتا 2 و احنا دلوقتي انا هاخد ريفرنس اقيس منه، حتى لو خدت ريفرنس ده هو مثلا عند لما يكون الاثنين على استقامه واحده، يعني لو اعتبرت مثلا هنا سيتا 2 بزيرو ينفع؟ ينفع، لان انا برسم ايه؟ علاقه ما بين سيتا 2 وسيتا 4. العلاقه دي ممكن تكون شيفتد بايه؟ بالقيمه اللي انت هتبداي منها، تبداي بقى يمين تبداي شمال. احنا هنتفق طبعا ان احنا نقيس دايما البوست بوزيشن بتاعنا سواء في الانجلز او في الفلوستي او في الاكسلريشن كاونتر كلوك وايز.
كاونتر كلوكاس او البوزيتيف، وعكس كده يبقى ايه نيجاتيف. دي بعض الابلكيشنز على الفور بار ميكانيزم او الانفرجنز المختلفه بتاعه الفور بار ميكانيزم. احنا قلنا الفور بار ميكانيزم لوك اب انفرجن خالص، فور بار ميكانيزم لوك اب انفرجن. قول لي الاربعه دول. الحمد لله مش عادل ده خبر بكتر تلاتة اللي هما ايه؟ كرانك روكر، دبل روكر، دبل كرانك، مش كده؟ ممكن الرابع بقى يكون حاجة منهم من الثلاثة دول. يبقى دي الانفيرجنس المختلفة للفور بار ميكانيزم. طب ابليكيشنز على الانفيرجنس دي، اولا دي ايه يا شباب؟ مساحه العربيه، مساحه العربيه ادي الكرانك وادي الكابلر وده مين؟ روكر. طبعا لازم يكون كرانك روكر، كرانك روكر. فالروكر هو بيبقى بده كده وحاطط هنا الايه الجزء ده، فيبدا اهو زي ما احنا شايفين ده طبعا ايه سكتشماتيك، يعني ده سكتش للميكانيزم كرانك اللي هو متصل بمين؟ الموتور، والكابلر اللي بين الحركه من الموتور للاوتبوت، والاوتبوت بيتحرك حركه الانجن او البيم انجن ميكانيزم. شوف كده يا شباب فين هنا الكرانك؟ الكرانك اهو ده الكرانك وده ايه؟ كابلر. فين الروكر؟ من هنا لفين؟ البيفوت دي ده الروكر. فهو مادة الروكر هنا انا لسه ما اعرفش يعني كرانك روكر ده الانبوت يعني وده الاوتبوت، هنشوف الحركه بتاعته ازاي. فهو مادة ده كده وفي الاخر حاطط ايه بيستون هنا بحيث ان هو يتحرك حركه راسيه، هنشوف الحركه بتاعته ازاي. بص يا شباب ده كرانك روكر بتحرك حركه ورانيه، ده روكر في حركه اوسيليتنج بتحرك هنا ايه؟ ده بنسميه البيم انجن ميكانيزم وده بيستخدم في ضخ البترول. هنشوف كده الفيديو تاني هو نفس طبعا نفس كرانك ايه يا شباب؟ كرانك روكر ميكانيزم، كرانك روكر ميكانيزم. ادي الكرانك الموتور هو اللي بيحركه، كابلر الروكر، وفي الروكر في الاخر خلص. شوف الحركه بتاعتها وبعدين نقول نوع ايه من انواع الانفيرجنس المختلفه للفور بار. ليه يا شباب؟ دبل روكر، دبل روكر. انت بتحرك دي بيد دي كده فده بيتحرك في ارك، والحته دي برضه بتتحرك في ايه؟ في ارك. يبقى ده تطبيق على الدبل روكر. ده يا شباب عارفين الكرسي بتاع المدرجات او بتاع السينما اللي لما بتقوم بيعمل ايه؟
نرجع كده. طب ده ايه نوعه ايه بقى؟ فور بار. فور بار اهو ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه دول على استقامه واحده اهو. طيب الحركه بتاعت ده ايه؟ ركر. طيب وده ركر برضه. يبقى ايه شباب ده؟ تطبيق تاني على الدبل ركر. دبل ركر ميكانيزم. طب نشوف ده. عارفين ده ايه؟ لودر. عارفين اللودر طبعا. ده ما فيش بقى. نوع ايه يا شباب ده؟ دبل روكر برضه. دبل روكر. دبل روكر. بس هنا موصل للاندوت مش عرفنا الانفيرجنس المختلفه بتاعته. الانفيرجنس المختلفه الفور بار ميكانيزم وعملنا عليها او شفنا ابلكيشنز عليها. تاني ميكانيزم من الميكانيزمات الهامه جدا برضو اللي بنلاقيها شائعه الاستخدام اللي هو ايه؟ سلايدر كرانك ميكانيزم. من اسمه كده يا شباب سلايدر كرانك ميكانيزم. ده اسم مين ومين؟ الانبوت والاوتبوت. الانبوت عباره عن ايه؟ سلايدر بيستون. والاوتبوت كرانك. ده انا بحول حركه ايه؟ الحركه الميكانيزم اللي بيعملها حركه ايه؟ حركه سلايدر ريسبليكيتنج يعني الى حركه ايه؟ كرانك روتيشن. حركه روتيشن يعني من اسم الميكانيزم انا عرفت الحركه ايه؟ الانبوت ازاي والاوتبوت ازاي. هو عموما يا شباب حتى لو الانبوت هو الكرانك والاوتبوت هو سلايدر بسميه برضه سلايدر كرانك ميكانيزم. بسميه سلايدر كرانك ميكانيزم. هناخد تفاصيل سلايدر كرانك ميكانيزم ان شاء الله المحاضره الجايه. لا عاوز نلعب بجد معانا وقت.